السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ممتاز جدا لتعليم الأطفال، بيعلموا حاجات كتير جدا زي ما شفنا مع بعض. طيب لو أنت الأب هتاخد معلومات هنا، لو أنت طفل أو هخلي الطفل يبدأ يدرس هنا. الألعاب لذيذة، أنا قعدت مع ابني وعجبته جدا الألعاب واتعلم منها كتير، وشكله بسيط جدا وسهل ومش محتاجة رخامة ولا حاجة خالص. يعني خلينا نشوف مثلا هنا، بيبدأ يديك دروس سهلة جدا نتعلم من خلال الحساب بشكل لعبة. يعني هو ما بيعرفش ان هو بيتعلم، ولا هيقول لك لا انا مش عايز، لا بتخيل ان هي لعبة او مسحة حلوة. يعني مثلا هنا اهوت، ده المرشد بتاعك، ده ممكن تسيبه هو ينطلق وانت قاعد جنبه او بتعمل حاجة تانية. My father's coming to sun بيقرأ today. انجليزي كويس فبيتعلم انجليزي برضو، دي حاجة حلوة كويسة. هنا مثلا بيبدأ يقول لك بقى شوف مين فيهم اللي حجمه كبير، فتبدأ مثلا بدوت وبعد كده دوت، فالطفل بيقعد بقى ايه يختار وهكذا. طيب الدرس اللي بعديه بيبدأ يعلم مثلا ان هو يعد، في درس تاني بيعلم اشكال، مربع، مستطيل، دايرة وهكذا. فقاعد بيتسلى وبيلعب، وفي نفس الوقت بيلاقي نفسه بيحفظ أرقام، بيحفظ أشكال، بيتعلم لغة، بيستمتع. دي حاجة اسمها جيمفيكيشن، اللي هي إن أنا أعلمك بس بطريقة تكون أنت مستمتع وما تكونش حاسس إن أنت تتعلم أو إن أنت تبذل جهد. تمام. هنا مثلا بيقول لك ابدأ شوف الأطباق. تمام، هنا مفيش ولا طبق دلوقتي، هيبدأ يحط الأطباق وأنت بقى تبدأ تشوف الرقم اللي موجود. مثلا يقول لك عدد الاطباق مثلا هنا كام؟ 2، فانت مختار الاثنين كده، يقول لك كده انت مظبوط. زائد ان هو بيشجع الطفل، يقول له اه انت كده صح، انت كده عارف حاجات. كميه العاب كتيره جدا، مش واحده ولا اثنين، ممكن تقعد فتره طويله تقعد مع الطفل يبدا يتعلم دروس. زي ما انت شايف عدد مهول، فبيتعلم الماوس، بيتعلم انجليزي، بيتعلم الحسابات، بيتعلم ازاي يجمع، بيتعلم ازاي جدول الضرب والانجليزي، وحاجات كتير جدا ما شاء الله. كمبيوتر سكيلز، هيلث.